المعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة الأسماك والمياه بأشتوم الجميل ببورسعيد. سباحة الأسماك في دوائر على سطح الماء أثناء نهار الصيف مرتفع الحرارة، وتجمع الأسماك حول البدلات في أسراب وارتفاع نسبة العقارة. الأسباب والعوامل المؤدية. أولاً، ارتفاع نسبة الأمونيا الغير متأينة NH3 بالماء إلى حد فوق المسموح به. ثانياً، احتباس الأمونيا داخل جسم الأسماك وعدم قدرتها على الخروج من الخياشيم أو الجلد أو الكلى نتيجة ارتفاع قلوية المياه إلى درجة pH فوق 8.5 إلى 9.5. أهم الأعراض: سباحة الأسماك في أسراب على هيئة دوائر ووجود بعض الأعراض العصبية. تجمع الأسماك عند فتحة الري وبجوار البدالات. لون الجلد داكن وتظهر قرح جلدية. وجود بهتان شديد في الخياشيم وأحيانا التصاق أنسجة الخياشيم وتضخمها، وعدم قدرة السمكة على غلق غطاء الخياشيم في الحالات المزمنة. وفيات مرتفعة نسبيا تصل إلى 50-70% في النوبات الشديدة. التشخيص المعملي: أولا، قياس نسبة الأمونيا الغير متأينة والإجمالي في المياه. قياس درجة pH في المياه. تشريح الأسماك وفحص الخياشيم هيستولوجيا لملاحظة وجود تضخم وزيادة في الصفائح الدموية. علاج هذه الظاهرة: أولا، زيادة معدلات الري والصرف. ثانيا، زيادة عدد وتشغيل البدالات بصورة مستمرة. إضافة مواد مؤكسدة للمياه مثل ماء الأكسجين 40% الخاص بالاستخدام في مزارع الأسماك أو الدواجن بجرعات 1500 ملي جرام لكل لتر، أو عمليا 6.5 لتر لكل فدان أو كالسيوم بيروكسيد. إضافة فيتامين سي بجرعات تتراوح بين 500 ملي جرام لكل 2 كيلو جرام تن علف حسب الحالة. إضافة أسيديفايرز مثل البروبيونات أو السترات أو الفورمات. إضافة خمير البيرة كمنشطة للأسماك وفاتحة للشهية ورافعة للمناعة ولضبط خواص المياه لتقليل الأمونيا. مع تحيات المعمل المركزي لعلاج وتشخيص أمراض الأسماك وقياس جودة المياه والأسماك بأشتوم الجميل ببورسعيد، خالص تمنيتنا لحضراتكم بدوام التوفيق.